بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيلة وبقول يا فرتنات يا كميدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كسو جر كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، باب كاسة ينعس السعودي، حديث كي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما طرق ذي سبا ينعس السعودي. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حدثنا شعبة الحجاج عن حبيب سمع أبا العباس حبيب بن أبي ثابت سمع أبا العباس بن مغلي حبيب كو مركب العباس والصائب بن فروخة ثومرتين سمع عبد الله بن عمرو بن عاص بن مغلي أصبون أبو العباس كو قال لي رسول الله وحول عبد الله نبي وحول يقولي يا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل سيد الله شيغي أما أتقول دارتي إنك أدو لا تصوم الدهر سنة قدن باتصونتا وتقوم الليل هبينك نواد استاكتا سنة قدن وحلوك يدى الروح انتو أسوق النوليا تدو النو شيبا لقاها الله يا. وإنك أدو إذا فعلت ذلك سيد هداد يشو هجمت له العين هجمت له العين إشاء الله قري هجمت له العين إشو ويقريسا بمعنى ويدالي أركي إشو النسان ويدو هذي هبين بسويتش يدو ودين ده تاكتو إنه ويقريان ويبابايان قد بيقليا ونهكت وين ضعيف إسا ويبابا إسا إشاضو ويقريسا وين الدالي ويتبر بيلي لا صام مسو من صام الأبد ولي نينكي صومي انسون دي استسون كيسو سون جرمها صوم ثلاث ايام من الشهر صوم الشهر كله نبي حورس عليه الصلاه والسلام صوم ثلاث ايام من صدح مال موت صون كوت من الشهر بش لا صوم صوم الشهر كله بيسو دن ولا صومي وي بيسو دن ولا صومي وحا لا تو او لميدا ادو بل ولبا كصوم صدح مال موت قلت وحاري فإني أطيق أكثر من ذلك روايتك أي صمرتين حالي أفضل من ذلك هي أهيد مرك أزيادة هي أكثرون بلغوف السراء هي وحافظك أبدا النبي الشيقة هي سحابك ما الشيقي فإني أنا أطيق وحان أوده أكثر وحكبدا من ذلك سدح ذا الموت قال النبي وحوري فصوم صوم صوم داود مرضي سدات هاي نبي الله داود صون كيس الصون نبي داود محمد سمين جري كان يصوم يوما مال بصوم جري ويفطر يوم مال نوى افور جري ولا يفر من عرر جري ما بقن جري اذا لاقى مك عدا ولا كلمه وحدثناه وكريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر محمد بشر العبد عن مسعر بن كدام الهلالي حدثنا حبيب ابن ابي ثابت ادى صومر البصري بهذا الاسناد سنه كادى صومرتين عن ابي الشاعر عن عفوا ابي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال حديث سند كسمر وقال وحون روايات كان ذنبه مسعر في روايات عن حبيب وحوري ونفهت النفس نفت وداليس نفهت بما نفت باداليس ونوغيس نفهت اي عيت وي ويدو اي هبسومي ام وينوغي ام ويدالي يعني نفت ودان لون نسنين ونصع بسع لوغا دغين ومالين كان الصون لو دايو هبين كنا سلا تللي هرد الآن لو دايو ويدال ونوغس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن عمرو بن دينار المكي عن أبي العباس السائب بن فروخ المكي أبي إنك شاعرك أو عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر ميان لي شيء أنك أذو تقوم الليل هبين كنا سوتشيدو صلاة تاغنتاي وتصوم النهار ضررت دنا اتصون قلت اني افعل ذلك النبي الله ارنكا وان يلا وانا كو دارتيبا قال النبي وحور فانك ادو اذا فعلت ذلك مركا سدا ديشو هاجمت عيناك ان دهدا غريو داليا ونفهت نفسك نفتضن وهبسوميسا لعينك حق اشهد حق بك وليده ونفسك نفتضن حق حق بيله يا هذا ولي اهلك ريرك هذه عرورتادنا حق حق به هذا حق اسغا بدن هي سوچيت كذا چوكتدا هي صلاة الليل كذا چوكتدا هي صوم كذا چوكتدا هي حقوق ذا اسمك كين ايام بنبولي طبيعة البشر باسدا مركا حكمك وحكم معلل النهي
ونهي معلل بمصلحة شرعية إن لقت الله بصدنا أيضا في عني قم هبينك توس وسوجت قم يعني بعض الليل هبينك بركي توس ونم بعض بركينا سيحو وصم بعض أيام الشهر ما المهم بش ما المهد وحكسون وأفطر حق النافر. وحدثنا أبو بكر نبي شيبة وزوج من حرب أبو خيثمة النسائي حديث أنت بدن وأبو بكر كقضى إمامك في مصنفه أو في مسنده غالبا هو في مصنفه وحياد ويدنا أما لذي سي أجزاد سي مسند كسوكو كينا ويرطي حديث مسلم كقضى أبو بكر عبد الله بن محمد محمد عبد الله إن أتكوي إذا مصنف كيسين مسند كيس ويرتعي. قال زهير وحور حدثنا سفيان بن عيينة أيجري عن عمرو دينار المكي رواية هورنا وحيسوا هايد عن عمرو نو لمن نسبة إن عمرو بن دينار عن عمرو ابن أوس يعني عمرو ابن أبي أوس الثقفي وتابعي كبيرة تابعي كبيرة وإن كان عمرو ابن أوس قضت وسحابي لكن عمرو بن أبي أوس الثقفي بلوجي ذا وإن تابعه عن عمرو بن أبي أوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام صون صنا متك اللي يقول شعليه إلى الله ألا وين أكتيسة صيام داود نبي داود صون كسيوي صون صنا ولا صومه متك إلى يقول شعليه وحوي صوم كنبي الله نبي الله داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة صنا ولا تكذو مد ربي يقول شعليه هنا صلاة داود نبي داود صلاة يسوي كان ينام نصف الليل هبينك النسكي بو سيحان شري ويقوم وحتوس شرو تكن شري ثلثه هبينك صدح ميلود ميل وينام وحتوس سيحان شري سدسه لحميلود ميل بو سيحان شري وكان يصوم يوما حق الصوم كان مال بو صوم شري ويفطر يوما سداس كو ولي هبينك نسكي سو سيحان شري نسكور لح ساعة الدواء الله سيح ذا انت الله سوتش يدم ويه كدبنا ثلث الليل لو تكن شري ثلث الليل لو افر ساعة أفر ساعات وي أفر ساعات بوسوتشي تشري اللي بينك والله طبعا ساعات ثلث كسوة أفر أفر ساعة بوسوتشي تشري كدي من سدس كيسونا والله بساعة طنبي لا بساعنا و سيحان شري مركا قابكو سوتشي تشري ما والله سكوها يوم اللي حدا ساعي هورو سيحان شري كدي بنا حسوك عشري كودا إي الله بدا إي صدح ذا إي أفرتا أفرتا ستكن شري كدي من الله بدا طنبي ساعة طنبنا و سيحان شري مية ميسوا حم اللوتشي ذا اسكوع العلس نس هوري يو ثلث نس دمباء يلا بس عو كل حجر تقيبت الدمباء ضي دون تر نحلا هقش نحلا هقش بمعنى مثلا نس هبينك نس كيبو ساحنا يا ولح ساعة كدي من كو ذا يسديد وتكنا يا لا بس عو كوج صدح ذي أفرتنا وساحنا يا وحنا سوتشي ذي يا لا بس دمباء فجر كتوكتا مركب مركب الصور وها محيها بينكي نسكينه وصيح ذي ثلث كينه وتك ذي هذانا سدس كينه وصيح ذي وقليها سيدا ورنا وحيلي هذا سلاة الفجر صبح ذوي تكنجر أنبياء ظهور أم بضب ضم بالقوة جبيه لي هدي اللي إذا ذا بينكي لح صاعد ظهور وصيحان شري أفرت دحيه الثلث كأنا وثلث الليل الأخير نو سوتشي ذي شري لبضة ضم بيه سدس كأنا وصيحان شري سلاة صبح جاي كب حضي حقي أدي وإذا دقاب كأوركي طيب صلاة الصبح اللي قالنا ينوق شيء يقول إيش ترت وين لصو عدي ويبقى أنت طيب صلاة الصبح واجب كوا هيد نا تين وكلا هيد ويكو وقت هيد وين لصو عدي ركعتين وبلا شيء جاي صلاة الفجر بواجب كوا هيد ما لو شيء جاي لما هي ليين المهم وهبين قاب كاب ما وام هاي لح ساعة هذا هرو النص الشدي شغل كي هوريه الدنيا دي مانتا وحي حرب الله سوق قال يا دقال يا سفر يا سعود الله قال نصته والافر ساعه دمبنا تكت اظن نشاط افر ساعه واحد قبسون ويدو هابين ون عندنا ايضا قال ان ضوء يو دان تالت كو هينين يا قس كو هينين واحد قبا ويد مالين قبا ميس لبس ساعه هابين لح ساعه مالين كي خير بدن تاي كذب افر تاسع القران يا تهجد يا صلاه الليل يا قيام نوالو دالي حيونا شيء ربطه لبدا ساعه دم روح الساحره حال إنه سجد الله ما قرته داوي كتاه هذا نس هرا سيحته أو سديد ساعة مسألة ساعة سواق على وإلى فجر كأذ سجده وسدا كتو كتو نو البوك في رحال إنه سجد وقرنه
لكن مركز سجيد كحالي أفرت ساعة أتقد دخرت اللبا ساعة ونصي ير ساعة أما ساعة من ده قد ستو لو فاهم هاي وش هذا ورلا هي إيش هذا وفول. إذن رياها هي سمعة وحبال قبل بداية كمتة إن الثريد ينبر سطوس هواي صوت رضا حالي ومسوي شيء آد عمرته وحكى غفلا إن شرك هذا اللقاء قرطوا الله وسع النصت يعني النبي داود قاب تكن شرى مسوي جيد جري وقاب آدي آد وقيب بضان آدم هنا وحير موين انت كلا ينكري إن يسكت شيفان ويدفوفان سيد الضمير كيو إن يعاور نسوي تقن آدان لو ضم بأودان. طيب مركز هذا الله يلوي. وحدثني محمد بن رافع القشيري قال أبو بكر سجنا حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر أخبرنا ابن جريج عبد الملك أخبرني عمرو دينار ابن جريج بعض متابعين يا صاحبك سفيان إنك سفيان عن عمرو مركز رؤوس مري أبي العباس كوري هذا عن عمرو بن أوس الثقفي كوري دملا أن عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي أخبره عن عبد الله بن عم نعاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله أحب الصيام إلى الله عند الجمهور وحوي صونك مطلقة صونك سنة مطلقة سنة مطلقة بمعنى سنة أن لا قيدين إلا الضبرين إن شرعك بر نبينا دوغا تكسو ميس بالوالباة كما قيسا لقاها الله. أما مالمها عيما سيصونك مالك عرفه صونك عاشورا خميسي سنينتا أيام البيضك ما لمها قوني دا اللهم عابا يسيد الرواتب توكلاء أيو كمتران بجمرت لي أحب الصيام إلى الله والصيام المطلق إن قيد لهين إن ضبر لهين إن فضل قونا كسو أرورين بلوج هذا لي وأنا معنى صحيحة صيام داود نبي له دوسون كيسوي كان يصوم نصف الدهر سنة كبر كيبو صومي تشيري محايا إله داد مالنا الصنط مالنا أفرطو لح بلوض بعد مركز الصنق قادان إيسا لح بلوضنا أفر بطق قادان. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود صلاة والصلاة المطلقة وسنة التطوع المطلق والتنفل المطلق وسنوين كصلاة إيه مطلقين قران لقيدين إن عينين إيه وقت معين كأن لهين إن فدقون كسو أرورون سيدا الرواتب توكالي سنوين كمركز صلاة دي هذه معينة دا اي وقت يقول والرواتب تا كهري صلاة هو كلامة كدن بيسا صلاة قوني اجرى او سنوين او كوان كفت بدن بيلي كان يرقد شطر الليل هبين كنس كيبو سيحان شر اسكو العليس لبي الطبان كاسا عوض هبين كه لح كم بدو سيحان شر افر كم بدو توكن شر صلاة كدبنا لبس ساعة يتوكن شر ثم يقوم مركزه توسي شري ثم يرقد آخره رواد أنا مرك عضيز وتوسي وأفر تصعب وقالنا يا آخر كان واقصي حنايا لحظة صاعي وسيحان جرينا أول الليل تاينا رواية كلام قصة مرتبة في كتاب السلا وين صون غنتون يقوم ثلث الليل يقوم وحتوسي جري ثلث الليل هبين كثلث كيب وتوسي جري معنى تكنجرو استاج جري قيام كقالنا جري أفر ساعة بعد شطره أي بعد نصف الليل هبينكم مكو كلبر مكدب أي أفر تسوي كذي شطره يسانا وساحن كذي هوري قال وحير وذاتك ابن جريج أها قلت وحانكو لعم دينار وحانكو لي عمر من أوس كان يقول مع من أوس الشيخ هذا أرنجري يقوم ثلث الليل يقوم ثلث الليل بعد شطره قال وحير نعم ها شيخ يا أرنجري يعني الرواية عن ضمير ابن جريج وهي عضين إسا إن إدراج وكجره رواية هوراء إن إدراج كجره يا عضين إسا تنضم بي يقوم ثلث الليل بعد شطر هنا أي تاي من كلام عمرو بن أوس ابن أبي أوس الثقفي معناها سوى محتمل وحكى له محتملة إن ليلة قول قوام حي أسقى ورينشري مع ابن أوس با ورينشري وكو رجل عن عبد الله بن عم نعاس عن رسول الله أن داود عليه الصلاة والسلام كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلثه ويرقد آخره لبضى احتمال بوارد لبضى احتمال مدل الرجيح كورمتر حافظك يولي كن هل بقول صدر يكو حديث كمركو شرحاي كفيري يا بخاري أفضل عبارك لفظي أن دنبئي مع من أوس بأورنجري يقوم ثلث الليل بعد شطره عمر وكو جوابي نعم
واحتمال إني مدرج تاي أويت من كلام عمرو بن أوس فقط، وحكره محتمل إني تاي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن عمرو الصبورين أيه عمرو بن أوسنا وحشري رواية رواية لا تفقها رواية لباب وأي محتمل كين رجحينا متكو أصل كحوجين أيه الأصل ما ورد في نص الحديث في ثنايا الحديث إنه يهي أنه من كلام المروي عنه ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ساس أصل كاس حوجيني. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن مهران خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال وحول وداد كاس أبو قلابة أخبرني أبو المليح واسمه عامر الهذلي عامر أسامة بن زيد زيد بن أسامة أنت والله زدامر ياي عامر أم كده عامر بن أسامة قال وحول أبو المليح دخلت وحنقلي مع أبيك أبها لجيرن كيسان وحان أقلي على عبد الله بن عم عاصم أقل أبو المليح وحولي ياي أبو قلابة أنيق إي أبها أبو قلابة أبيه وزيد بن عمرو أبو قلابة وعبد الله بن زيد أبيه وزيد بن عمرو الجرمي وذاتك أبو المليحها يوحولي أبو قلابة حديثك أضادي قضانيسا لكن أني أبها بإسراعني. دخلت على عبد الله بن عمرو عاصم أقلي مع أبيك أبها لجرن كيسو زيد بن عمرو الجرمي فحدثنا ونوشق عبد الله أني أبها ونوشق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ذكر له إن لوشق الصوم الصوم كيغا فدخل علي النبي يسوع قال روايتك كحالة ثم رئيسين ما هي هاين إن نبي ويسوع فرندر عمر كان أتقون لك كل مي هي إن هي إلا يوسف فرندر إن أنا أتقي روايتك حي هاين واشك الراوي سواء هو ما هي ممكن نبي هو شم مغلي وأبي عم نعاس ودعوي نبي راسدي عبد الله قرقي سوق تري فدخل علي النبي يسوع قال عليه الصلاة والسلام فألقيت له وحن نبي أطرون أردقائي وسادة بركين أو من أدم إذين لقسمي حشوها عف كذن أويهي ليف ألقويهي وركينا الثانتين بإلتها بركين لقسمي صوفي عطبي بالكن شوضاري فراش إسبونشان إذن قاد كرع ما أعوش وبركين قرن نفعه لكن حل قاسد وحل لها يوهي فألقيت وحن أردقائي له للرسول إكراما له لم يقال صوب وغضي قرقي صوب عليها الدواء مال في عينه فريسيه الرباء وسادة باركين بأن نبي قرد إذن كفرد عربية وكراس بايزتا وكرسي قوة هي وياد من أدب إذين لقسم مقار صامبا لقسم ظهار كذي وحكو عباني هاي ما أمري عن جلجل عزاني يا ألابتا طابعانا حريرتي قعنتي زنو أي أدمويسو ما قال لتابسيو إن الله تابعنا دقور بكيلين لتابعنا وحكو كيس الله تاتو بكيلة أو أوصي في حسن بالس شو يعني يرتى بقسي دارم بانو مالي يا مجرمية وأدو يعني يرمى تقاني دي دم بلاها حشوها وحق جدها اللوجي الحشوها محي أدى قلك إيو هرقضة محق جدها لقى قليا وحق جدها لقى قليا يدك هذا صوف يعطب إيو سبونج وحبات قليسان حشوة وحق لقوع عبي وحوها ليفن ألقين دي جرم وذادو القدن وابالو إيك بهال حسكو شو يقوي أو بالبلارن أن أن إربض إيوه وحكم ده يوين أن الله مرجع الجي عالجي عين قو أخرية قو ألف أخرية أنت ويلي ويكب بعد هذا وضعنا دير ما كانت جاروز سعوتان وضعه كنت الله يضو في فيقان ده قبل بلارن بيل ده وحسكو السلون أنت الله جرو يا الله قرمي يا كتبنا دفت يدا يعوس كيدا سالو جرا فراشين لقى دكان شري شذي ركوم فريتكو قنبها قنبها قولف كيسو وقا دكتان فراشية كا دكتان فراشية بلا دوصية شبه ده حيوي دي يجبون هي واساسوي قيت قنبها سوما تقانان اي بار كويت سي اساء لفت كيسو حلقة سميستا فراشية لغة سميستا اذن حشوها وحلقوا عبد محوها الليف وحوها وحاد مودو مركب فراش من الواركاي فجلس على النبي وبركته بسكري حيبا تواضعا فجلس على الارض دول كنا بسكفريست دول كبسكفريست وحباس دي من بركنا مره به اسكفريس وصارت الوساده بركنت وحين نقطه بيني اي انت كدحيس وبين الرسول كدح انت كدحيس بركنت ما نو دحيس بان حقا سان كفديه
نبغون دنكن وكفدي مركه برك انت ما نو دحيسبا فقال لي وحي يقول اذا انت اصبح مركه لا قادانيا قفك اد سو بوقتد او تيميد وحي كوغو اكرامي ان مركه قاركود اسك ديدي كرت دوت دبسنين كرسي كفرس ما يدل كان كفرسن بعد ذكر ما يهلكن ما يحق كلان اسك فرس ان حمانه ايسان اهين هدي مركه ان واحد داو عقلبي سوسن جارين نبي وحيود أما يكفيك ميوسن كوفلا عبد الله يو من كل شهر بالولبا ثلاث أيام من سدح بريميوسن كاغا في الليل قلت يا رسول الله نبي الله وحاري بوري ها ويقفل أنت لكن أنت وحكى بدن بن أوذا قال وحوري خمسا قلت يا رسول الله نبي الله يكر دوي زيادة أتومرتين أنت وحكى بدن بن أوذا فقال وحوري سبعا تضوميا كوفل الليل قلت يا رسول الله نبي الله وحك بدن بن أودا قال تسعا سقال مين كوكو في الليل قلت يا رسول الله نبي الله ويكرني قال أحد عشر كوي تمام الموت قلت يا رسول الله فقال وحوي لا صوم فوق صوم داود وحك فض بدن بن أودا وحك وين بن أودا نبي حوري صوم سنة أو مطلقة أو كسر رئي أو كقيم بدن صوم كنبي داود متجري فريسو لا صوم متجري فوق صوم داود نبي داود صوم كيسي كسر رئي أو كقيم بدن شطر الدهر سنة كنسكي وي صيام يوم وإفطار يوم ما لن الأفرا ما لن الصموي صن كفي عنا مجر يا سيدا إيه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد عن شعبة بن الحجاج حا وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى حدثنا محمد بن جعفر غندر كذا مريسين وي حدثنا شعبة عن زياد بن فياض الخزاعي قال وحوري سمعت أبا عياض بن مقلي واسمه عمرو بن الأسود العنسي مركا ومشهور بكنيته أبا عيادك عمرو بن أسود عن عبد الله بن عمرو طرق ذي حديث كعبد الله بن عمرو بن عاص بآد وقل حيا مسلم وحبوسا كتقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حكوري صم يوما مال صم ولك أجر ما بقي سقالك رأينا أجر كذبا الله حقا علينا صمر ولك أجر تسعة علينا صمر رواية هل مال صم سقالك ما المود أجر كذبا لغو سينا يمحي لحالك حسنا وحال الله الله با أولا لما تبارا طمانشر قال وحن نبي الله إنه يطيق أكثر من ذلك وحان أودا هوشا وحكا بدن بان أودا قال صم يومين لما ما المود صور ولك أجر ما بقي وحي صهري أجر كسنا والليضة وهذا لما ما المود صنتو محاكا دي مطبانكي سديد معلومات سديد أجر كذا بالله ده سدا اسماء ظاهر كوي لكن معنى وحكينا يا مركل يقول الله بتقاعدة دي أهيد إن حسنات كلا الله بيو تبنجر حسنة والباء إن لبات النقط إن لبات النقط صوم يومين لبا معلومات صون ولك أجر ما بقي وحي هاري أجر كيسبا قوة هذا هذا لبات بريا إلا مال الوحود ما هي طبعاً بودك معايا بيش أساس يكتكت قال وحوري أن إني أطيق وحان أوذى أكثر من ذلك إنت وحكم بضبا النبي الله أوذى قال صم ثلاثة أيام صدح مع الموت صور ولك وحاكوا هذا أجر ما بقي وحار أجر كسبا اللي ضهي صدح مع الموت صور وكذبنا صدن كبير بها لقوق ولي مال البطن بكو أذهي قال إني أطيق أكثر من ذلك النبي الله وحان أوذى إنت وحكم بضبا أوذى قال صم أربعة أيام صدح ما أفر ما الموت صور ولك أجر ما بقي أفر ما الموت صور وحال هاي إن بش لغاسيو أفرت ما الأجر كل لغاسيو أما لسكوك كعليو بش وحكى بضم بان لغسيدين قال وحوري إنه يطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل صيام عند الله مرض سيدات هاي وحبان كبضم بان أو الليضة هاي ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب أفضل صيامي هناك اشخاص أما ان يكون بدن عند الله ألا أكتي عند الله ألا أكتي ومحي وصوم داود عليه الصلاة والسلام وصوم النبي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ما لو صوم جري ما لو أفر جري إذن ما لقى مرملها صوم الدهر يبقى فضي بدني إن ما المكر الله سرعية فضي بوايس كل ما أتي صوم سنة أو سنة مطلقة أو صوم كالنبي داود كخير بدن النبي يقول مجروا تاغني عليه الصلاة والسلام
وحدثني زهير بن حرب ومحمد حاتم بن ميمون جميعا سوى ذجر لبدا وذات عن ابن مهدي عبد الرحمن. قال الزهري الصحيحي في رواياته: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي المروزي، حدثنا سليم ابن حيان. سليم نكلي يبقى كجر ان بدن بين سومر سليم لن ليداده اسغا كليا كجر وحي كليا مرتان في صحيح مسلم وسليم. حدثنا سعيد بن ميناء ابو الوليد المكي قال: قال عبد الله بن عمرو وحيري قال لي رسول الله: يا عبد الله بن عمرو بلغني وحي سوغار انك تصوم النهار وتقوم الليل ان اضمالك ان الصونتو هبينك ان اتسوت تاغنت تسوجي دال اي شيغن فلا تفعل هيري سيداكم في عينيه هيال فإن لجسدك عليك حظا شرك هذا حق بكوله يا هي نفوال الربا بهذا الإطلاق صح ماها نفطوال الرتا والون حريستا وعشي سفيان الثوري واقو مرتي عبد الرزاق واقو عرر هي أبو جعفر المسعود دبتاقنا يمنو عرري سفيان الثوري عبد الرزاق إن بدأ اسمي سنأقونين لكن هو البنين كالوركي سواها يي من إمام وفقيه وعابد وزاهدة ومعيد انت اللعك تاي وشي والبو خير لم بركوة أيو عبد الرزاق هلا هي وركاس وكهلا هي سبيان الثوري أبو عبد الله الثوري واقي دنباصا على يوم مرتيا سوى كعرى يقدو لدي في بين عباسي امتحان كاي أوائل كي ظهر هو سيبتو راهق با كجري في بين أمي يدقن كوذي بين تدبق لهم بي نكي هالع علي ملحق قادي شري أبو خاصنا أبو جعفر إنك يكون رئيس صفاحة هذا سيد دوني بأن نقطتين مركة ومرتي سفيان الثوري مركة أبينك عشو الله عبد الرزاق بعشو كان عشان أبو سيفي عن عنا سيفي عن أوقون صدي عبد الرزاق يوعشي وذاتك هذا نحوري شراب إيكا شراب بالو دياري سيفي عن بوعب ودركي وذاتك عبد الرزاق درين بابا قالوا يو حوري وذلك سفيان الثوري هاي زهد عبادة عنت يرد لو شيء هاي عاو حبيب يوام من كان حمارنا يمحوها مركو عشرة لما يستي أو شراب كعبي ومصوش هذي وسو ويسستي سيف عم بقول لبستي مركو يا عبد الرزاق يقولون اعلف الحمار ثم كده حال يجذابوني ضميرك وهذا سيف عن وسي كدي بناس عن أرر ويستغيبوري إلى أن طلع الفجر عشد عشد الله صحيح قادم بيهايد استغيبوا استغيب سوء تاقنا يو تكنا يلغو آدامي بوري ثم صام في النهار ما لن كان وصوم مركا وحاوي نين صحيح قادم يا الله اسكبر دودم يواشو يكال الدوان تاي يكال الدوان تاي وشو مركا شركوا دوس كمالي هيد مركو وينات إلى لسديفتي سي ينولوشي سي عافمات كي سي يات كتريسو إلا هذا كل شقي سنة هذا كل شقي سنة وكل عبادة سنة وقال له قول دوانا مركا دات في راه كردو ويدو دكرد عضو ويدقاق ويدو هدو معاد قمان دون تات فإن اللي جزدك عليك حظا ديف بكولة هاي وإن دورتي واجب تاع ولعينك عليك حظا إشهادونا حق بكولة إن وواجب وينات إلى لساء وإن لزوجك عليك حظا صدرت جماعة من السلف وحيلا إن بيلان قاتشي يسوجدها بالنمو يا كشكي قاتشو يسوجدها بالنمو بيكون بيلان عنده قطة وإن لزوجك عليك حظا حاس كذون هاد حق بك وقول أصوين لرا الواجب ويكفض البدن سوجدك إيه صلاة الليل صم وأفطر صون حقا أفر صم من كل شهر بل والبحث كصون تا ثلاثة أيام صدح مع الموت كصون بالكستا فذلك صوم الدهر صوم الدهر قد هذه السنة كنا وصومتا أهيد كاوي قلت يا رسول الله إن بي قوة نبي الله أود بندريم ورا ليرو وقمامة هي قال فصوم صوم داود هذا الحين يسكو هيسو نبي داود صوم كيس صوم بالويل صوم يوما وأفطر يوما ما لنا صوم ما لنا أفر صدرت هاوش النبي وشيغي سلف وحكري واير يا هي نينسون دبا قبطول ولا هو سدنجر ولا كيس وحتى بعض الصحابه نين لكن كان هاوش ايضا واتكاتي قالوا قد عواي
نفط دسيفي يعن لول ليليو نفط اللي قجو يلا أون كي أون روب كلا برو أي هجاك تنا وور لجر إلا سكبر شو صدوا ولا سك عرب لقيستنا ويفهمي كرتا لكن ما أنت صون برينا أفر بريدن بصون بريدن بأفر هوا شا كده عكده جي يشرن شرضة ولا كري واي ولا كري واي فكان يقول نبي قوم بأود كري عليه سات وسون نبي قوم روحه تجي رأفة بالأمة وحيابه نبي قوم أود يوسمين كري أو وصاله كمدي هاي أو صوم الدهر إنه وضعي كمدها وحيوقت تجي رحمة بالعباد لو قل يا دي النبي قوم حسميان سمايان نقص بابي إلى هاي فكان يقول وحورن شري مرك عبد الله بن عمنا واجد يا ليتني أخذت بالرخصة الله شليته رخصة النبي محمد ما قات واجد ذنب ويا لي بوسدا ورن شري مرك النصيحة النبي إنه قات أي أهيد أو خير بنيد ونفضي بنيد لكن النبي مرك أركنه يستيريحني وعبادنا وكم من يعي أنتوا لا ترين كريب ولا تريجي كمان حرمين صونك بناي ومرك وودي لكن صون كفضي بدن صون النبي داود متشروه نبي قال إنه شيء مركز دام الله يهلو عبادة ذا واحد أودي كرتان إذ جوكتين كرتان إذ إخلاص يريال آني هل قاركي هل قاش شيء أسس أنك أين أتقول إيمان كرتان جوكتي جوكتي جماعة من السلف بيجوا حيران جين تغير تاي وحافي عن إن العبادة هي خيرات كبدي سه سهرد ومركز وايشو حور نقالك وقصهر مركو ربا دور دلين يرا هداد ونكو قررسة شنطة سلادو جماعة اللي قلتو كذير رواتب تكلي ينات ارادو واقد دنبو حقده جماعة نواد كتك انكاد وايشو رواتب تنواد كتك لكن مركو روانا اوض فقي سيده انسي هادو مركات صوتي رادكتو هين حيقو واناكستان وكوكو صهار محاكفي عن لبا دابا عبادة نحن حاضو تنبي وكو تليا او يرانتا الى قد قشاد ودي كرتو ان 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 عاده كدغت ميدوسا كخير بدن نبيغونا اماناي عائشه نبيغا اي كسو غوريسو جنبي محمد قابكه كان عمله ديمه شيء لجوكتيوها باب استحباب صيام ثلاثه ايام من كل شهر وصوم يوم عرفه وعاشوراء والاثنين والخميس وحو بابي هاي بل والبين لا صوم صدح مال موت يا مالك عرفان الله صومه مالك عاشوان الله صومه سنين يتخميسنا لقى ورهاي وحي كيمت حدثنا شيخ بن فروخ الحبطي حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك يزيد من ابي يزيد الرشك اي القسام رشك هو لغه اهل البصره نينك وحقيبيه الراجمه قيبيه اما دولك قيبيه انجينير كي انت سو متري انت سو فيدي انت سو هكتر الى هذا اي الى هذا رشك واصل كيس ويزيد ما بيزيد الضبع عباد الى هذا رشك من لغه اهل البصره قال حدثني معاذة العدويه انها سرد عائشه ان ويدسي شكتي زوج النبي نبي حاسك ساي صلى الله عليه وسلم اكان رسول الله رسول كلاه ماها يصوم كيصوم من كل شهر بالولبا ثلاثة أيام من صدح مع الموت معاذة ويديسي عائشة قال ذو يدن وحيت النعام نبي بالكستا صدح مع الموت بكسوم مجر فقلت الله وحان كوري من أي أيام الشهر كان يصوم مع المهيب وبش نبي كسوم مجر صدح مع الموت الشيكتي النبي يقول سوم مجر بالكستا وكسوم مجر مع المهيئة هاين قال ذو حيت عائشة لم يكن يبالي نبي ما هين مد وابي له من اي ايام شهر يصوم صدح ما الموت ما المه كدغيو نبي ما ابي يري جيرين وما ابي يري جيرين لكن بالول صدح ما الموت كسوم جيري وها لو خنباراي وما ابي يري جيرين كدغو اول كهوري اي بشا انو كدغو دخده او غليو انو دمايت كا بشا او غليو انو اسكو خجيو انو كلا قادو مالما غونا او نبي اوتمانا ما جري كل بصدو فراقه كو هلي كنشيس او نقدو ايو كسو ما جري لان هذو مالما معينه او بردم بش نبي كو توغان لها وحا لو قدان لها بودو اني واجب تاي اما هلكاس لغو نف بخيلا بل بلغا يابا انو 10 كبري او ريس واخ كسوم بل 10 كدخو صدق واخ كسوميا بل 10 كدنبيسو كسوميا اما وسكو اورنيا مالين بش 10 كورا اي مالين 10 كدخا اي مالين 10 كدنبا اما 10 كدنبو اسكو غينيا
بل والبقاب كي أقبته سلاصي كي أقبته يا لوت كذا أساسا لوجي دابي يليه محايا يلي أحاديث با إمان دونت إنه بقى أيام البيت كي أسومي جري خميسي إسنين أسومي جري يوم عرفية عاشونا أسومي جري أشهر الحرم كخاصة بيش محرمنا وما المبدن كسومي جري أيال سوري إنك سون صحيان كيسون كيمن طيب سونا كاتكو أرغتين أبو دودة خاصة ما تكون مرتين حديث كان مركوا من أخرجه الجماعة إلى البخاري حديث كان أخرجه الجماعة إلى البخاري مسلم يسونا كاسو سارة وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي بخاري بهذا السند بكوريا لكن عن شيخه السلت بن محمد السلت بن محمد عن مهدي ماشي مسلم وعبد الله بن محمد كوري قال حدثنا مهدي وهو من ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير الأزدي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبي حكوي عمران أو أمس قال لرجل نبي أن ننكويري وهو عمران يسمعه مغلي أما النبي أن إله الله وهذا الكي وقف صدي أما النبي أن إله الله أنه مغلي له راوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلى عمران مباشرة أو أمس قال لرجل نبي أن ننكويري أو الله الله وهو يسمع وهو عمران يسمع مقولة النبي صلى الله عليه وسلم وعمران يسمع رواية البخاري وحي وهو يسمع مشهد وعمران يسمع رواية البخاري قال نبي حوري يا فلان هبلو أصمت ما صمتي من سرة هذا الشهر سرة الشيء وسطه سرة الشيء وسطه شيء حدنتيسو وبرتميسا شيء حدنتيسو وبرتمها أصمت ما صمتي من سرة هذا الشهر بشان أيد الشعبان كجره برتن كذي مصونتي سداسا لورياه لكن نسخ بضان وحاكو يمد عفوا نصوم نصوم مسلم وحاكو تمد منجدا أصمت من سرر هذا الشهر سرر هي سرر هي سرار انت بوال آخرياه سرر كو هي سرر كو هي سرار كنا وحاوي ومالمها بش قدام بيا حلقة سوقاتي من استسرار القمري دبشه بشو اي دبته لباتني سيديد لباتني سغالك صدنك صدح لما الموت بصر شهر لي بش الضبايا قديدة وهبينا بش أي اللي بدين سوي بحين أضي دبتنا أضي طوم من طاين اللي بها بين بدبتا مسها اللي بين بها أضي شندال الله يسأل الله بدبتا طيب أضو الله ما صدح البري قدم بيس بش أصر كالليدة مركها هذه رواية أصمت من سرري أو سرري أو سراري هذا الشهر ليلة هذا وهو المحفوظ ليلة هذا ورسيد الرجب نرجح يعني بشان شعبان آخر كيد مصون طيو بشان آخر كيد مصون وبلا إن آخر كلا قصوا ما بوانا أكسم بي مركة ورنية هديث من سرة هذا الشهر ليلة هذا بشا برطن كيد إنسون كلا قليو أيا في عم بيلي يوم دادنا قال حولي صحابيكي لا نبي الله بشان طب يا قدر دمات كيد ما ننسو من قال النبي حلو فإذا أفطرت أي من رمضان رمضان صوم كي سمر كات ضم يسو فصوم يومين لبما الموت رمضان مر كات ضم يسو لبما الموت أو مالمه كاب بعض بيش شعبان دمات كذا أها صون الله إمو أنا سرعين ورد بالحديث كعمران مسوي أنت سوكي كحديث كعمران ورد حديث كان مركب مكس من سورة هذا الشهر اللي هذا وحوم بظاهرة معارضة أحاديث أورنا يسي شعبان آخر كذا صون كديديس أما هذو كلا برمو صون كديديس نينك عادة لها موية والنبي أورنا رمضان هأقول قل دقينا صونها كلا هرمرنا هربحية الشوشية هرقوصنين كده أيها وشا رمضان اللهم إن العادة صلى الله عليه وسلم أما قضوك وقبت مويين هذا لو حمقت إنه نبي أمر يوه أمر استحباب بش شعبان طبعا يا قديدة إن الله صومه سحابي قلي مسوه منه حكوي رمضان ما كاضم ميزو لبما الموت صوصون وصونا دي لقمتك وانا قل لقمتك قل مركب محلقو جمعين ايا وحيلي وحلقو جمعين ايا وحلو جيدا
وحل ديدن يحي نين كان عادو له انو بلا دبياقه او صومه ايا لديدن انو صوم كلو هرمر رمضان بصوم يوم او يومين لكن نين بلو البدبياقه كصوم جري شعبان دبياقه انو صوم يا سو الى عاده وطاي. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد عن حماد ابن زيد بوجده. قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان مركودات كما هدي بن ميمون بالله متابعين اياه عن غيلان بن جرير الازدي عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه. رجل اتى النبي رجل أتى النبي الشأن والأمر أرنك وحوءها رجل با أتنى النبي ويمت نبا النبي ويمت نرمين وأها. رواية ابن حبان بعض يسأل أن عربيا جاء إلى النبي تي عبد الرزاق بن كده يريدوه جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف صيامك نرمي النبي سود الاستاق نبي الله صدو صون تكور بحبه صون كذا صنة كشكي أو شنو نبي وكعرض فأعرض عنه نبي كجستي. وكان إذا سئل عما يكرهه عرف ذلك في وجهه فسكت العربي حتى ذهب الغضب عن رسول الله. ورواية عبد الرزاق في مصنفه نبي مكو شيء لبصده وجهه سلك قرنتر بركة صحابه وكأن مسجد لك لا يرميه أيوين آمسين بالغيابة نكأن لك مكو نبي عراضي وآمس كذبنا وكان ابو عرده كدكت عمر بقى سؤال في عن وسؤال فقيه ويديه مدلون كجلنتي يا رميق انا هاي. رجل الشان والامر وحاول رجل باتن بنبقى يمد فقال وحور كيف تصوم سيدو صونتا صون كذا صندا كورنبو فغضب رسول الله سؤال شنو عاص النبي الله وسين صونا بلقى يا فعني هذا المسلمين ناي صون كيف نوفض بدن قاب كانوا صونا محاط جعش هاي وحنا قلنا خصية كهذا نبي قها فرني ونبي قنا السؤال قاب كأو قلت لك توحى كجرى خطر ديني أو عائما قرتا إنه نبي قلت توكوش قاب كأو صوم أذرها قرصته تد قرصتنا قال لي ما مشك سبوا ذكرت وهلس وحدعي كرتنا واركته قاب كنا نبي قصوم إلا قفد بدن يا وخطر قش سيد خوارج تأي كوج قالوا به مركه وكم في عنبه وحال الرباين اكو قابسته وحال دنت هذا نبا لو سنو سونا سون كيف ودي بدن سون كنتنا نو تلما. فغضب رسول الله رسول كلا بقى كعرض السؤال شي سي فلما راى عمر وغضبه عمر مركو ارك ان عقل بدن بو النبي عرديسي قال وحي رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. سيدنا سيدنا عمر رضينا بالله ربا رب النمو الله انكو قنعني وبالاسلام دينا ديننا اسلام كان كو قنعني وبمحمد النبي نبي النبانا نبي محمد بن ادور انكو قنعني نعوذ بالله الله وحان كما قال لي من غضب الله عردي سان كما قال لي الهي عردي سان الله كما قال لي وغضب رسوله نبي عردي سان الهي كما قال لي الله وحان كما قال لي أديك عرض هذه أدون كذا رسول كذا محمد حبيب كذا عريس كان ما كان قال فجعل عمر عمر حب ذق لي يردد إنه كل عين هي وركادنا هذا الكلام هذا الكن حتى سكن إلى الدقي غضبه نبي عريس أي دكتي هذا الكاس بنبي قدر يمي هبوني الدرو هبوني الدرو النبي عمر باكر هالك نبي الله أخياري وحين فوفسنة بأسو حروذي سبين باكو وحرم بوليه رال لأهو نبيو يو أرين ديني دو خطر كو كينيس الدنيا نبقى دي لو يدي أو عدب كستلو وقيسو نبقى اسكو قصلا لكن ماشان خطر باكو جرتا هك باكو جرنين كي أنكفر سنو وقود عايو. فقال عمر وحور في سؤال وناك ساك يا رسول الله رسول كلاه يو كيف بمن يصوم الدهر كله حالك سكورا نينك سنة كوردن بصون سنة اسكورا. قال نبي حول لا صام ولا أفطر نينك منس من منا أفرم نينك واخساري لا صام ولا أفطر يعني بحول هبلو ودعلو شيء جرين وحكو شيء هديل ودلي جرين أنا كدلي مايو نبا مكتو قل إيا بقنا بدو حكو قاتي
وراديهم لقط أنت لقودا لقو مرارين ترى أنا خم مرارين ملاك هذا حلو شيء كتير وحكو شيء نبي قوم عصمين لها هذو إذا يري الله سام ولا أفطر ورنيك سوم الدهر الدبي استاجم منا سومين ها منا أفرن وام عجاتنا ويد شيء أجرنا مهلين وين لا سام أجرنا مقرن ولا أفطر ما باهي ترانين لا هنك يوم كيس كمل ريمي ويا سجى إزدري يعني الطريقة الشريعة والتاس أو مسقار نبي وحويل لم يصم ولم يفطر لم يصم لم يصم عفوا لم يصم شرعا ولم يفطر حسا واساس شرعان مسوم حسنا وما أفرنا دواسي إزدري هيا مركا صون لغو ليمد وي صون لغو ليمد قال وحي النبي الله تقرنا كيف ما يصوم يومين ويفطر يوما نبي الله كور نينك لما ما الموت صوم ما لنا أفرة ما لنا أفرة قال نبي حول ويطيق ذلك أحد أو شاء ما أحد أودي كراتي رب بلشد أمضى كمدة أنبيون بقى أودي كرته أنبيون أو شاء مر ما هي أنو أمضى كو أتكاني لو مضى أنبيون والغدا ينا ياي ويطيق ذلك أحد ما أحد بقى أودي كلام ما الموت الصون أه يا ما لنا أفرة سنتك واحد كسومي سيديت بلوت وحنا كافر إيسا أفر بلوت سنتك لبي توم بلوت ما طيب قال وحور نبي الله كيف ما يصوم يوما ويفطر يوما نينك ما ين لصوم ما ين أفر كورا قال ذاك صوم داود متك واصوم كنبي الله داود عليه الصلاة والسلام قال كيف من وعن حال صوم رينو أعبد الناس رواية مريسين داود أبو داود وحوها عليه الصلاة والسلام أعبد الناس ذلك أحد كو عبادة بضنبوها سيغة أفعل تفضيل كي كجر توحلو جيدا زمن كيسي يقرنق النولا نبي الله داود قرنق النولا بلو جيدا لكن روايات كل مسوق قرنين أحد نبي محمد كي عبادة بضن عليه الصلاة والسلام مركا علماء الأساس أبدين أعبد الناس أي في عصره وزمانه وقرنه وفي أمته بالوجهة نبي الله كور بالليل من يصوم يوما ويفطر يوما تو نبي أسي بقوات نينك مال النصومة لبن مال موضى النصطة وصنة كثلث كصومة ثلث إيه ثلثان أفر نبي الله كور قال وحن نبي وددت وحن جعلان لها أني أنوغ طوقت ذلك أرك إلا كرنسيون كرون أوده حوجي ذا نبقوا أولي بشر رمضان ورنبو يسكب بحين كرا بسحور الآن يأفر الآن لكن وكتغي ربي با يقوذيو يورابي إذنكو كلمي إني لست كيأتكم إني لست مثلكم لكن وضد آت قاديسو إن لغوضي ذا قاديسو إيا تقاضي إنا تكلي قامرت وكلا دونتا هذا ما كيدت كل سعود أن الدقي كل سعود عرق كل سعود ودت توبية واسعة أن حنف حن اللهين أن فلجن اللهين أن كرتون أي وحتى جن اللهين بعض مري تذكر يا تاينا شل قوتي وقوية كده عدربت هل كانت كتشي حبرت هذا تكبي ويكل الدوان تاي نقول كلا قال سلا تدو بدو تجني يسي يمد دادو كت كنيس ورا دو مدا تجني يسان قابية أو كأوضع يفسن قط ضيدا أو أمضى حردا الله صعدا ما كانت كلجة فلي يطول ما شاء لأن ضب قرية العمران نسي سقوقها لحد اللي بيع آخر هذا يقول تعالى لحد اللي بيع واتق أنا صوما طيب أصبع طوال وددت وحان جعلان لها أني طوقت ذلك مع أمتي أنا يا أمضي أن أسلاء والنهوشة والله إمن كربان جعلان لها ثم قال رسول الله رسول كلا يوحور لأنه تفسير النصوص مرّك قارقود وحق الغرفة نصوص تجود نصوص تجود معنا اللي جف فهمي بالغو قيدا أما الغرفة نصوص تقارقود طيب أود النبي يقول عبادة هي أول حوار رب الجليه في الصيام باقطوس أي النبي يقول وجهه أمضى أمضى تدبر دور تدبر لبا تدبر بي بعض الصحابة وصلن جرين وصار عبد الله بن الزبير بلقاه يا دور تدبر بل إنه حتى كل دوي مرك دمنه وصوبك كوا في بيتري يسليت نعب نأذوه بذنبها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ثلاث من كل شهر
بل والبصدح لغا صومه ورمضان الى رمضان 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 الى رمضان كنا هل صوم اذا رمضان كنا صوم كخغنا صوم انت ودخايسنا 11 كبلود بل والبا ما صدح ما لمده كسو فهذا صيام الدهر كله متكاسا سنه كودون لا صومه صيام يوم عرفه صوما احتسب صوم مالك عرفه مالك عرفه وتقانان مالك سغالات اي بشا وتقانان عرفه أمد الحجة الليلة وبش أقدم بيسا سنة كمسلمين تا سنة كمسلمين تا بش أقدم بيسا أحتسب وحان أجر قرب سنة يا الله إلى أجر كرجين يا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها صوم كيوم عرفة ما حد كدوني سنبع الله صيام يوم عرفة ما حد كدوني أحتسب على الله إلى وحان أجر كقدل بهايا إن صنك أبا المريو أن يكفر إن ضاف السنة التي قبله ذنوب تسغائر تا سنة عرف كهر ري دعدي لو سنة كدبا قديسي وبش سنة قدام بيسي وحي كهر ري كوي تبنك بلود كهر ري سي وحي ذنبي صغير أن سمي ربنا كو ضافو والسنة التي بعد سنة قدام بيبا يوم عرف يوم العلوسوي سنة كهر ري هي سنة سو سعودة دروب تا سمينيسي صغائر تا ير يربا لغو دافيا او لغو ترتريا كبائر تو توبة قوني وباهن تاي بإجماع أهل القبلة أما صغائر تو دم بيقول مركو صغيريا أو قادنين إن أن توبة لسكربين هذا قرب من سوم مري دم بيقول وإن كان صغيرا إن لغا توبة كنوا واجب وفرض عين بإجماع أهل القبلة ولب على الفور سدك دق الله طوبت كانوا لكن من فضل الله ورحمته وحاكمه وقابك وحبال قد دافو إن الله تماد عباده فضل بدن خير بدن صون أوكالي صلاة أوكالي ويس أوكالي صغائرتو انت أمبك قد وانت يدنوبتك صغائرتو أيضا لقد طوبت كانين أيا ربي عفية أو كعفية عمل صالح والله تمت لكن كبائرتو الطوبة يرتقوني وصيام يوم عاشوراء روايه حديث يقول حكم ذا حديث يا احمد صيام يوم عرفه كفاره سنتين كفاره سنتين سنه ماضيه وسنه مستقبله لبس سنه يا لو دم دافا سنه كوري مد كدنبي وصيام يوم عاشوراء صوم مالك عاشورانا ومالك طبنات اما سغالاد بشه زكو اما محرم السنة كإسلام قبل المهم عاشوراء يعرفوا لو بلو كحكتي كجرا عرفنا بش لو يتونات بكجرتا عاشوراء ما هي كجرتا بش كوباد يا سنة كمسلمين احتسب وصيام يوم عاشوراء عاشوراء صون كذا صون كذا انا احتسب على الله اي عند الله الله اكتسب حنك قاجر دونيا أما كجاجر طلبها يا أن يكفر السنة التي قبله إنه دافو ربي كتر ترو دنوبتي كهريس السنة كي أورد عضي سنة الماضية سنة كده الماضي أي عرف كفر يستو وهي عرف كتك تبقى صورة بابين يا وادس كدرته عاشوراء يعرف هدي عاشو عفوا أنا متخو قاب ستو هدي لكن عرفنا صوت صنتي عاشورنا أذ صنتو عاشوراء وحسب بدليسا رفع الدرجات بين غنيس ورفع للدرجات من هو كفاره لان كفاري يرفع بيك النقون يا مركا يضع الدلاله سنرنا تلماميس روحي ان ذنب لهين ماشي لو قد ذنب داف لها وحلوق بدليا درجات بلوق بدليا وحدثنا محمد مثنى ابو موسى البصري ومحمد بشار بن دار شيخ الجماعه شيخاء الجمع عفوا واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج عن غيلان بن جرير مرقى وحور ربا روايه ورا معي روايه حماد بن زيد عن غيلان تنوى شعب عن غيلان سمع عبد الله بن معبد الزماري بن مغنى عن ابي قتاده الانساري الحارث بن ربعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه النبي قال لويدي النبي قال صوم كيسال لويدي ونرميه ويدي فغضب رسول الله رسول الله عروضي فقال عمر وحوري رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول وببيعتنا بيعه. روايه ضمبي شعبه زياده وضطاء رضينا بالله ربا. رب النمو الله نكوك نحن والله كالي ربك لمله
ربي هدي الله شيئا إله نمدي بسوق ليسو كجرته إله الله عابده أولو سوديبه ومامل كله دايو الله أنكو قنعنا هذا المسلمين وبالإسلام دينا دين لقاتو لقود رقمنا الإسلام كان أنكو قنعنا ومحمد الرسول رسول لمن النبي محمد وقال الله أنكو رعنا وببيعتنا بيعة النبي أن لقى لأحد جبلا كسبانا لقى لنا وحنا وقوقنا عليه بيعة إن يتاي مرضية عند الله بلى نيعهد إلهي أتي سرالي لقيها وقيمة بدأ إن يتاي برا من سنة إن شاء الله يتيق وما كم تشوق نووي بلى النبي أن لقى الله ما لم بدن يجوا بدن بانو أمن كان من سنة وقوقنا على سنة النبي الله وحعرون نووي أو شاسمان نشبينين نريمية دو حيو هذا الكأت كييرة لما قبناه لما قبناه نمن جماعة والله فريادونن كوقفوا وأنت كالعماد كساران واتك قصي زما هذونن حيوه كوقف قمامه وكوات كي أنت كان لا يكوقس بين حراء وتصبح قرط الوقل عماد ما زال لقاس لما كوفيد وقل يحوي يوش واتك واتك قنعيس طيب مرق سيدنا عمر نبي قال ذي قنا مرق سياسة في عمبو استعمال نبي قال دشيء قال فسئل النبي مكة حالة ودي عن صيام الدهر والسائل عمر رواية يا صعديس فقال نبي الله صام ولا أفطر أو مغحول ما صام من السم ولا أفطر من أفرين قال وحول صحابي فسئل وحالة ودي عن صوم يومين وإفطار يوم لما الموت إن لا صوم ما إن لا أفطر لودي قال ومن يطيق ذلك يا أوذيك رواية في عن طايه قال النبي وحول صحابي وسئل وحال لو ودي عن صوم يوم وإفطار يومين بعد لو ودي إذن حديث كان مركه وحوي صوم الدهر ماشوا لوارة حديث أبو قتادة صوم الدهر حديث وريت صوم رزين حالي كوري أيو اللمديا حالي رقنا هفيبان إذن كدر يا رقد دي دنا صيام يوم الدهر صيام الدهر إنه حاران يا قبي صحابا صوم الشيقي تابعين بانو الشيقي جماعة من السلف وكلام شيخنا صحابة حاليه اللي وحاكم إذا أبو ذر باس نقبي ينصن أسحينين وحاقبي سلمان الفارسي وأصغنا ديدنا عبد الله بن شداد أي أصغنا قبي ينصن أسحينين حق التابعين مسروق بن عبد الرحمن أجدع باقبي عبد الله بن عبد الرحمن وليل الأنساري فقيه أهل المدينة أصغنا قبي الأنساري يتقرن إيسان عبد الله بن أبي ليلى عفوا عبد الرحمن بن ليلى مسروق عبد الله بن شداد أبو ذر سلمان الفارسي شنطة صدح صحابي إلا بتابعي رقه ورقه الدراء فربنا يا حالي مركب ورك ابن حزم ورسال الماء نسكن وكعد يا وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين ولا ودي نبي حلا ودي ما لنسون كي لما مر من الله أفرال ودي قال حليت أن الله قوانا لذلك واك الرواية دي رواية هران عن صوشن محايا وددت أني طوقت ذلك إن أمد اللوجة ذلك وعد ينس محور نبيه ليت الله دي أن الله سبحانه وتقوانا لذلك أرنك أن كرسين لها دان مسلمين هاي ويفعنا الله يدوي رواية دمباتي ورعد ينس محور نبيه وجه قال وحول وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم نبيه لو يدي قال ذاك صوم أخي داود ذاك كاسو حاوي صوم أخي داود ولكن داود صوم كيسوي نبي الله دود دوانا بقول ولا الكيوي حقا إسلام كي الدين تي النبوذ الرسالة إذا مرك ولا الصاص أورنيال والد وقوم أعدنه قال نبي حور وسئل عن صوم يوم الاثنين نبي عفوا حور أبو قتادة نبي حلو ودي سؤاله وحاسكالي أو سائلكو وعمر سؤال شو أهر سنين كرميقة أمويه وسئل عن صوم يوم الاثنين بل ودي فقال ذاك يوم صوم كمالك اثنين تو في عين ويوم ولدت فيه لا دلي مالك انا ورد شيء ويو وان صوم يا شكر لربي ويوم مال ويبعثت الله اسارو دينك لا لي سو سنبي لا يغدغي او انزل علي فيه لا يغدجي وحيغا روايه تقول لي هاي خارج الصحيحين ويوم اموت فيه وي ومالك كان دمان دون دمري روايه مركزي هذا هذا ضعيفية قال وحوري فقال سألك وحوري النبي وحوري صوم ثلاثة أي ثلاثة من كل شهر ورمضان رمضان إلى رمضان صوم الدهر صدح مع المضوء بالكستلقى صوم رمضان كان لغو حلول الله صوم وصوم الدهر سنة كورونا الله صوميوي
وسئل عن صوم يوم عرفة النبي قال لويديه قال وحور يكفر السنة الماضية والباقية أيها المستقبلة والوجدة وحور دافا تكفيرك وإن سيئاتك لغا قريه عفقون وإن لا ترتره والله وكال الباب قرآن كان مرنا يكفر ينكفر بذكوار كيسا مرنا كفارة أحدث كوار كيسا مرنا عفو يغفران بذكوار كيسا عفو وإن شيء لباب إيوه تكفير كنا أسوان لباب إن إنا لغو عبان الله أستروي لغابة قريبة مش دونها كيال دون بوقا إسكيال وحي لغاوة دين ماي لغو دلعين ماي أركي ميسيد ملايك لوقين ماي انتو وحافوا فوق سيد غفران غفران وحوة تاسو مغفرة ومحيوة تا إن لا ترترو لا قريبا لغا أسترو صادرت النبي اغفر لي ذا قبضا هذا الكيسة ماشي عفو وكوير يهي غفران كهير سرية إلهنا أيضو إنو قوية را انت بضان مرك لباسي كليين يكفروا وحوة أسترا وقريا السنة الماضية أي ذنوب السنة الماضية سنة كتجد ذنوب تي صغائر تهاي والباقية تصوص حتى الدنب وسئل نبي وحلا ودي عن صوم يوم عاشوراء فضل كجر صوم كمالك عاشوراء قال يكفر سنة الماضية سنة كهوري ذنوب تي سبا لغو ترترا وحن صوم رحتك من عباس كن هل بقول صدنا يلا بكمرا كفيرية بين صوم رأسه أورنية نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبالقناة فضل إيلاد أسهم يمعرك عن رمضان كأهي سيدو كان نبقى معرك بو نبي محمد مالين قناة فضل أسو كرت هذين يسومي ونكاين عاشورة سمين السمر هذا سو سارة كون هل بغل سودان يلابو يقول الأخري محور ابن عباس يوم عاشورة مالين سالما ابن عباس نم وحو تبرق لي هين وحو التبار قالوا إن نقف النقضة وحوري وعقل له وعقبان قرى في آخر حياة محمد عليه الصلاة والسلام متى مسمى آخر حديثك يوم عاشوراء حسبك أنت أصلا روا عاشوراء معها فضقي سوحة شيء كليا معها حديثك حديثك من عباس باك قيمة بضان حكاك قيمة بضانية نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومالين قونية وصنة كميدة بيك سنية أسوق الرادينية مالك أجر كسير فضل جيسة وما عاشورة كأهن ما ربوك طبعا ما قوام حي عاشورة عند ابن عباس ويكفى دي بضانت هاي عرفوا ويكفى دي بضانت ساسو أسوق موركو أركا لما حي اللي انت بضان وحلقين نبي عرفوا كأهدو أسوق حاجة أما صفر كتيرة أما جهات كتيرة مسلم وحوله وفي هذا الحديث حديث كان وحاكجر من رواية الشعبة وحاكجر قال إنه شعبة جيدي وسئل عن صوم يوم الاثنين بالنبي الودية والخميس بالنبي فسكتنا ونقاء مصني عن ذكر الخميس بالنقاء مصني لما نراه حين نراه مركان أغانا من ورقنا وهما إنه خطأ إياها من بعض الرواة مسلم وركز وعضا سنية نبي الودية صوم كإثنين تي خميسة مركز جيدي ومالك آن رشي ومالك النبي بدر الله يسوع وحي اللي يسوع دشيء إنه يدي أصائص وقبت ووهم بول لا محي إلى هوش وحي قاس قط هاي السنين تخميس سوق الكملة ذكر الخميس إن خميس الله شيعه مركو النبي وكه اللي أسباب تؤصه ما يو النبي قد لا شدي سيا وحي كود جنتي سيا إن خميس الغلرو إن خطأ طيب مسلم أركه وأنا سيد الشيعة صدرت وحوري كتاب الجامع الصحيح لو مشي كره ورقه زغا فسكتنا وانو قام ما نشيغن عن ذكر الخميس مع الاثنين لما نراه او نراه والاخريه كرته لما نراه او نراه لبد والاخريه وهما انه غلط يا مركان وارغني با انو قام صدرت لفظي ام الروايه ومسمار كان خطا تاي كما شيغي كتابك من غير التنبيه من غير التنبيه صدرت ترجمة مسلم كآخرية كتاب مكلو يدي وحور كتاب كي يكون مقرن كل ما صح عندي حديث كستو أكتدا كأصحي ما أنا كقرن جامعة مختصر ومن كلام الرسول الله وحن ماشان كقريبوري ما أجمعوا على صحته مسلم بسوقوري ما أجمعوا علماء عصره
وحيكون إجماعين ابن ورائي يا أبو زرعة الرازي أبو حاتم طبقة لا سوق الطبقية بخاري رقى وطبقة لا سوق الرز وشوغدس رقى أنا إلى أين وحي يسكر رعائنه الصحي يبعن صوت صاريه. أول من نقل الإجماع على صحة صحيح مسلم ومسلم أبو علي الحافظ الشيخ الحاكم النيسابور وحسوق وريي إنه سن أغين حلقي ومسلم نوانين لأقوانا في فن الحديث ابن حجر وحوري ننكاس أبو علي الحافظ وركيس مفقو ننكاس أغا مطون تكبدي علك مسلم باكغفعنا ننكا أصغى عيلك كقفي عنا حفظك مطنتي أسندك كقفي عنا مسلم نين صدوم متكامل حلق سنة ولا مجرى حفظك المامية مركاو شهور سلام ما هذا حديدين هاي خميس شيء جدا هنا وحوار كان خطأ طاي مرك كتابك ما جي ولا هاي مصحح مسلم هوش ما جي وين لفظك على قصاره روايات كم مرة ما نمي حديثك أبو قتادة هاي قدمه حدثنا هو حان نوت بعديك وكان عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب بن الصوار المدائني وننثقوا جبل حافظة إلا أن فيه بدعة إن بدنا وعديس وشيء شباب بن الصوار المدائني شباب بن الصوار المدائني ومن شيوخ أحمد نك أورنجري الإيمان قول وعمل فإذا فسر أو استفسر منه قال النطق بشهادتين عمل ها وين كارتين يا الإيمان قول وعمل بورنا يك قول أهل الحديث مرك اللي هذا محل عمل كقوة ضانة وحولي هاي رواقد الشهاتين كل قدر رواقب قد جيس عمله هذا وركي مرجاد بنو قصرتيه وحدث سعد بن إبراهيم الحمدلي أخبرنا النضر بن شميل المازني اللغوي كلهم جماعة عبد الله عفوا معاذ بن معاذ شبابه إيو نضر عن شعب الحجاج بهذا الإسناد بكتبه حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال ابن هلال الباهلي حدثنا أبان بن زيد العطار حدثنا غيلان وجرير أبان بهذا الرقي هو المتابعين وشعبين كسور الرجي في هذا الإسناد بكوريين غيلان وجرير وذات كتقرن إطمرتين أها عبد الله بن معبد الزماني في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة فذكر وحوش وذات كان أبانا عفوا أبان يزيد العطار وحوش مثل حديث شعبة غيرها سيشأ أنه ذكر أبان وحوش في الحديث الاثنين بس الشيء ولم يذكر الخميس مش شيء مرك ساسا في عم بولية وهمك وحيوان وحكومي رواية كان عضيني وكل مسلم وحدثنا زوج بن حرب حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا مهدي المؤمن عن غيلان عن عبد الله المعبد الزماني عن أبي قتادة الحارث الربعي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وحال ويدي عن صوم الاثنين بل ويدي النبي فقال وحفيه ولدت وفيه أنزل علي أصدقى سنين بان رشي سنين بان وحي قد جنت صلى الله يقول بالله أبي وإله شكري إن لي ما دسونك أصدقى نبي لك قد يده حديث كاني ترمذي مركو ورنا يوحوري في جامعه وحديث ورطة أخرجه مسلم وأهل السنة أخرجه مسلم وأهل السنة ابن خزيمة وحبان وصوصاران ترمذي وحوري حديث أبي قتادة هذا حديث حسن ماشي اللي قرر منه صحيح ومسلم وتحسيني نسائي مركو جمع طرق ذيسا وليه وأطنب في ذكر طرقه وحوجي لي هذا أجود حديث عندي في هذا الباب باب كان صومي عرفة صومي معاشرة الاثنين والخميس هولها أن حديثك هو صحيح سنة أكثر أنه يبوري وحديث أبي قتادة أضطه هيسا علمتنا السداسي أبدين لكن الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث إلا وكش يقاسه في تاريخه الأوسط والكبير محيري وحوري ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة ولا يعرف انت سوسو الشيلة طريقا هذا مسلم وطورتي وسوع العليو من طريق غيلان عن عبد الله ابن معبد الزماني عن أبي قتادة وأصح الطرق ونسيد الترمذي أي مرين نسائي مسلمين وكنت قوي حديثكم مركة وحب بخاري أغقاب صدي وهل قضب حديث شيقي عاشوراء فضي يدو أنا سقاهن لما هبي
عاشوراء فضي هذا إن سنة كهور يدمج الغد أفهاي حديث كلي الله هي إن النبي سوهم تشري في الجاهلية اللي سوهم تشري في الإسلام اللي سوهم تشري النبي إلى شن تشري هولها صدق والله هي لكن يكفر السنة التي قبله وحاول شيء كلية في حديث أبي قتادة ولذلك في جامع الترمذي كان نمر وحور مؤج ولا نعلم في شيء من الروايات أو شيء يوم عاشوراء لقد أفهاي ذنوب سنة ماضية إلا ما ورد في حديث أبي قتادة أيضا سيدة أتاي حديث كان وحديث صحيح سيدة الراجحة وعالم وضعيفي مجرو الإمام أحمد حنبل يوحوري مرة وموقوف مرة وحوري قد روي من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوشي مرك الدم بي دار قدني عيل كقاب كل سكوخ خلافي بوشيق وأنا كتجي عليه تعال عقيل وحوري حديث كان طرق بولي هاي وأنا أحاديث ثابتة الأسانيد طريقا أدور طيبا أنا أقيم بطن طرق مسلم وأنا حديث صحيحة وحيلا أنا مقبو كو راويك سوانين ثقة احتمال اللقاء والمعاصرة ما شيء تلا مسلم نعم هاي الأبو قتادة نوع عمري أو بقول بكل هواذي إنه سنة كي بقول هذا أنت كل هواذي وذلك لا تكيس أصلا صور هواذي وحاول أد بس كل هواذي هنا إنما كل مكرا أو أرك كرا ويه لكن إننا وريه مدن إننا وريه بصره أنت أصلا بكتيرة راوغا عبد الله بن معبد الزماني لم يوصف بتدليس ولا إرسال احتمال اللقاء مع المعاصرة إيو ثقة الراوي وضبطه وعدله إيو عدم وصفه بتدليس والإرسال أنت وحدير كوي طبعا حافظ بكوري كقا تحديث كنك لهذا عبد الله المعبد وان إسخلاف هوشا شيء جديد لا صدحات حديث كوا في فضائل الأعمال أفراد احتج به أحمد وإسحاق تلميذ ويسوقوري احتج به أحمد وإسحاق حديث كان أنت وحادير نينك ولو حافظة متابعية لم ينفرد به أولا إذا حرمنا ابن ياس الشيباني عن أبي قتادة عن رسول الله مرك حديث كونه سوغي هاي أي الراجحة أساق حتى متابعاتك لأجل أبو الخليل بمتابعية عبد الله بن أبي قتادة متابع لك تأحيق بدن ومتابعته حرمنا ابن ياس الشيباني لعبد الله بن معبد الزماني مرك لكن بخاري وحي أوجد تقاسو وحو شرطية إمكان اللقاء معاصركم كافتومه وحو ربا ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة بين الشيخ والراوي عنه بشرطنا أسوى هو شاسو تشدد كيسيب والله مري لك عدك هو سوغي مصمصاص وأركاه والله سبحانه وتعالى أعلم.